حياكم الله يا اهلا وسهلا. يعني ايش نقدر نقول؟ شكرا جزيلا، يعطيك الصحه والعافيه الله يسلمك شيخ عبد القرني حبيبنا. الله يسلمك استضافتك البيت لنا وبرنامج، الله يعطيك خيره، والله يعطيك خيرها دائما يا رب. الله يعطينا خيرها وخير كل خير، واشكرك يا بطلان، زياره طيبه ومحبوبه، واسال الله يوفقنا وياك نقدم رساله نافعه. كيف تشوف السواق في شوارعنا؟ انا اقول لك بكل صراحه، لانه ان شاء الله تريدون الصراحه والصدق، انا في هنا في سياقتنا لا عن نفسي ولا عن اخواني راضي، ما ارى انها كما ينبغي ان تكون من بلد هو مهبط الاسلام وبلد حضاري وكذا، مثل ما يقول متنبي، فلا انا عن نفسي ولا عنك راضي. السياقه بحد ذاتي يا شيخ، انا اذا سافرت في بلدان ورايت انضباط الناس عند اشاره المرور والحزام وشيء، ثم رجعت الى بلدي قلت ماذا اصابنا؟ يعني ديننا يدعو للنظام، يدعو للرتابة، يدعو للترتيب، يدعو للذوق العام. لكن العجيب يا شيخ، ما إلى الآن نحن من أكثر بلاد العالم، يمكن أكثر حوادث يا شيخ. أنا أرى أن في أخطاء عندنا لابد أن تعالج دينيا وتربويا وسلوكيا ومروريا، وهذا هو التجديد الذي نعيشه الآن، هذا لابد أن يواكب هذا الإصلاح. عندنا السعوديين عندنا عقدة من حزام الأمان، أنا مثلا سافرت 42 دولة، بعض الدول أقيم فيها ستة أشهر، مرة تعالي طولت، صار عندي شيخ إدمان على الحزام هنا، ويوم جيت جلست فترة ويوم شفت الناس ما يلبسون صرت غريب، تركت الحزام. أليس نقول اعقلها وتوكل؟ أليس أمورنا نأخذ الحيطة؟ طيب هذا الحزام قرر صانعوه وقرر نفس منتجوه أنه بإذن الله من وسائل الأمان. أنا أرى من الخطورة يا بطلال أن استخدام الجوال هذا مدمر، هي لحظة والحادث. يعني ينبغي أن يكون من التعليمات ألا تستخدم جوالك، يوم ترفع جوالك ينبغي أن يكون في غرامة. أنا أقول له البلاد دخلت في حرب، ما أظن تخسر من أرواح عشر معشار ما تخسره مع الحوادث السيارات. ينبغي أن يكون هناك حزم تماما مع العائلة، مع الأبناء، مع الناس، لكن إن شاء الله شوف مع وجود المرأة أنها تسوق تلطف الأجواء إن شاء الله عشان تهدي الأمور، تهدي الأمور. كما يقول صلى الله عليه وسلم رفقا بالقوارير، لما كانوا على الجمال يقول رفقا بالقوارير عشان يكسبون رفق، يعني بالسير إن شاء الله تهدي الأمور. المرأة يظهر أنها تفكر في العواقب أكثر من الرجل، ولذلك جعل الله تربية الأطفال عند المرأة لأنها عاطفية وتقدر الأمور. وأنا متفائل يعني علشان أنها ربما تفكيرها في العواقب وخوفها من العواقب وخوفها من الحوادث يحملها على أنها تهدي الوضع إن شاء الله. متفائل. وهن شقائق الرجال، بدأوا العوائل يحددون نوع السيارات. هو شوف، هو هي سوف تحل أزمة كما تعرف، وهي بضوابطها الشرعية. والأمر آخر إن في محاذير أخرى كانت من عدم السياقة، مثلا خلوة المرأة على جنبي، السواق موجود، والسواق موجود، يعني السواق معها في السيارة وتذهب آخر الليل إلى المستشفى، طيب الخلوة يعني هذا. وأمر آخر إن صار عندنا يا شيخ جيش من السائقين الوافدين، أيوة، استنزاف البلد. صحيح. حتى السلوكيات يا شيخ، بعضهم يأتي بديانات الأخرى عندنا، ترى ديانة البوذية مع الأولاد يروحبهم والأطفال والهندوس والسيخ والهندوس. فنحن الآن الحمد لله، يعني أنا شوف الله امتن علينا سبحانه وتعالى أنه حملنا في البر والبحر وبيّن أن هذه الدواب كانت تحمل الناس والمراكب، لم يقل للرجل ولا للمرأة، للجميع. طيب المرأة في عهد السلام كانت تركب الفرس وتركب الجمل وتركب البغل وتركب الحمار، فلم تجاوزنا الحمد لله، وقد بين العلماء في ذلك القول الحمد لله. طلبوا عندك في البيت انهم يسوقون؟ لو جات مثلا والله في عائله الشيخ عايض القرني والله تبغى تسوق سواقه في اهل بيته من اقاربه من الدين في البيت عندك، هي تقدر بقدرها لاننا نفس الضوابط الشرعيه. نعم. انا لس يعني اهلي ليسوا استثناء من المجتمع السعودي. نعم. نحن لسنا ملائكه ولا شيء، من ضمن يعني من ضمن الناس، وهذه تقدر. أنا يا شيخ لي كلام من 8 سنوات في روتانا وفي الام بي سي، كان لي موجود حتى في اليوتيوب. نعم. كنت أقول أني أنا من قديم أن تشكل لجنة ويقترح الأمر، والأمر سهل يا أحباب. صح. والصحابة يعني الصحابيات كانوا يركبنا تعرف الإبل والخيل. نعم. وقلت البلدان الأخرى زرت 42 دولة، المرأة متحجبة وتسوق الحمد لله. صح. تذهب إلى الجامعة وتأتي. لماذا حنا نجعل من حبة قبة وننشف في كل قضية جديدة؟ صح. لا، عندنا دين يتطور، عندنا دين يقبل التجديد، عندنا دين عالمي. حنا أنا أرى أن يكون في حملة توعوية، وهذه من ضمن يعني هو برنامجكم منها، لكن وثقافية ودينية تعتمد. حتى محاضرات خطب الجمعة يوجه الناس يتكلمون عن
الحزام يا أخي تكلم عنه في الإسلام، أصله يعني عقلها وتوكل، خذوا بالأسباب. وكيف أن أمرنا في الإسلام نحافظ على الأرواح يا أخي من الضرورات الخمس، يشترك فيها أشياء من أعظمها البيت، ترى هو المنطلق يا شيخ الأب والأم، لذلك ركز صحيح. القرآن على الأسرة، ركز على الأسرة يا شيخ، منها الثقافة المرورية، خذ هذا مثل البوري أو الإزعاج أو شيء. التلفظ يقول وقولوا للناس حسنا، أنا رأيت بنفسي مليان يلعن ويشتم في السيارة قبل ما يجي المرور، يبغى يضاربه، طيب المرور جاء ليش تطلع العصا وليش تضارب وهو بيجي وانت بتاخذ حقك والعصبية. انا مره في الشرق الاوسط كنت في مكان قلت ان اكثر جباهنا مفضحه ومشدوخه لان العصي تحت في العجره العجره ماشي على طول، ضاربين جاهزين. واذا واحد مستعجل يغلق عليك ويدخل يصلي ومتاخر هو يكمل صلاته ولكن يرهنك انت. طيب انا اقول هل يجوز هذا عقلا او نقلا او شريعه او مروءه او ادبا وسلوكا؟ نحن اكثر من اكثر شعوب العالم نمتطي السيارات، نحن السعوديه يا اخي في دول ترى يمشون، اذا كان المسجد قريب كيلو 2 كيلو امشي يا اخي وصحه لك. فانا اكثر يا شيخ ان يكون هناك تنظيم منا نحن قبل ما ينظمنا المرور، يكون عندنا ثقافه، انت مصلي انت رايح للطاعه، لا تؤذي عباد الله، لا تغلق على احد، ولا تكون سبب في تعكير احد، قد يدعو عليك او يتسخط عليك الله. وهذا لا يناسبنا ترى، لا مسلمين ولا حتى إنسانية يا أخي. إذا ركبنا السيارة في دعاء اسمه دعاء ركوب الدابة، هو للسيارة الآن على ابني وبنتي في المستقبل والجميع، إنكم قبل إذا ركبتوا السيارة حتى أنت راكب أو سائق ادعوا الدعاء الذي سوف أنا بخصص له حلقة نذكر الناس فيه يعني الدعاء. مثلا إذا ركبت تقول الله أكبر الله أكبر الحمد لله سبحان الذي سخرنا هذا وما كنا له مقرنين وإنا إلى ربنا المنقلبون الحمد لله رب اغفر لي ذنوبي فانو لاغفر الذنوب العظيم